السلام عليكم واش بغيت نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نضربوا شي دوره في البلاصه اللي حولوني ليها. بلا ما نطول عليكم ليتس موف. هذا هو الكوميدور. البلاصه هي فين تناكلوا تما كيقادوا الماكله كلشي الامور كامله كتكون تما. بالنسبه للماكله كتمشي كتقصي تما بالاوقات. اوقات عندهم فطور مع 9 ونص غدا من 2 ونص من 6 ونص كاينه ميريندا والعشاء من 8 ل 8 ونص. هذا هو الوقت ديالهم. هي البلاصه اللي كناكلو فيها هو هذا الكوميدور. شوفي داير هادو هما الديور اللي كنسكنو فيهم. الديور كل ابارتمان فيها 3 د البيوت وكل بيت فيه 2 د الناس وكاين الصالون فيه التلفازه فيه كلشي وكاين 12 طواليت واللي احتاجيتي تلقى تما. هذا هو الترونسبور ديالنا اللي كنمشيو فيه. كيدينا فالنسيا هذا كيمشي في الصباح مع 7 وتيرجع مع الوحده. لا بغيتي تمشي تمشي معاه وتترجع معاه. بغيتي تمشي بوحدك وتجيب وحدك شغلك هذاك. غا هما بغيتي تمشي معاهم راك كتشي فابور. هادي هي باش مزيانه عندهم القضيه. بغيتي تشي فابور تتمشي معاهم. كاين ترونسبور ثاني ها هو. كاينين زوج ترونسبورات دايرين هنايا والامور هي هادي. هاد البلاصه هادي هي اللي فيها هنايا. كاينين 4 الاقامات. كاينه الاول بي والسي والدي. طبيعه الحال انا جابوني في السي. فركسونا كل واحد فينا وفي دايرين. عندهم هادشي زوين تجرادي كلشي عامر بالشجار. كاين عاوتاني عندنا البيسين بطبيعه الحال اخاوي. هاتي اول مره شفتو قلت يا كاين بيسين اجي ونتبحر وشحال هادي ما تبحرنا واخا دوزنا البحر والعالم. سا ملي جينا قال لك اسي سرقوا له واحد البومبا ديالو هي باش كان شي عمار وداك الشيء صافي. ملي سرقوها له ما ولاوش عمرو. ها نتوما كيما كتشوف اجي يا سلام باش تضرب شي عومه هنايا. كاينه واحد البركه تما. هاد البلاصه هادي فين كاينه التصبين كتجيبو نهار الجمعه كيصبنوا لك حوايجك وانا فين تنشروهم. طبيعة الحال كان تيسحب ليا فحال الاخرين كتعطيهم يصبنوا وتنشفوا كلشي كيعطيو لك داكشي في نفس النهار. باقي لحد الان ما جربتش التصبين عندهم هنايا. عاد نجربوه ان شاء الله ولا المهم صبر راسي راه تنصبنوا نعرفوا نديروا كلشي. وبالنسبه لهاد البلاصه هادي كيدوزوا فيها البيرميات كاريينها من عندهم حيت داخله حتى هي في هادشي اللي هما عندهم. تصور مشروك معانا هاد البلاصه كامله غير ديال البيرميات. وهاد البلاصه هادي فيها التيران. التيران هذا تقدر تلعب فيه في اي وقت بغيتي ولكن طبيعه الحال خاوي قليل اللي كيلعب هنايا. ما كاينش بنادم اصلا. البلاصه باش مزيانه هنايا ما كاينش بنادم بزاف. التيران هذا كيما كتشوفوا ديما بحال هكا خاوي. احسن حاجه هي بالليل. بالليل تيكون زوين. بلاصه اخرى عاوتاني اللي بغا يطريد هادي واحد لاتولي هنايا فين كيكونوا تيخدموا تتخدم لا بغيتي معاهم. المهم ماشي شي ثمن غالي ولكن لا بغيتي ديباني راسك تقاد امورك تجي تخدم معاهم يوميا هنايا تيخدموا. هادي هي الخدمه اللي تيخدموا. انا الحديد هنايا عاوتاني املا وهدي ولكن الو درهم هادي حتى واحد. اركب وسطوك وحيد من هنايا. اما هادو هما الديور اخر ديور هما هادو دي. عندهم هنا واحد الاجواء زوينه الكالم ما كاين صداع. الشر عامره بهم انواع واشكال. ابسط غلط ديرو هنايا كيجريو عليك. منوع السرقه منوع كلشي كاع داكشي اللي خايب منوع هنايا. دخل شي حاجه ماشي حتى اللي المهم داكشي ممنوع. هادي بس زوينه فيهم هنايا. الطوموبيله هادي كتجي واحد المره ديما كتعطي الخطوط ياكلو. ديما تجيب الطوموبيله ديالها تجيب الخطوط الماكله كتسمع ليها كليها كدير الخطوط تتعطيهم ياكلو هنايا. انا وشاني عدي بدلنا من الكاياك دزنا لهاد المبروك هذا. والله الا عندهم هادشي ملاو همشي نقول لهم طيو ليا صافي. عم المرة الجاية نبقى نجي ندي كلشي وندي اللي قال لي ما ديتينيش نرجع نجيبونش. والله الا انتوما داكشي ملاو حسوا الطوموبيلة محطوطة هو تعجب هذا تا هو هنايا محطوط في سلام الله. كلشي هنا عندهم فابور انتوما من الداخل شنقول لك شو كي داير شي عطاو ليا والله يشردو سيدو كيما كاينش لي عطيلك كاينش لي عطيلك اش دير نزلو عاوتاني نشوفو. كاين هنا واحد القهوة ناضية ديما تتسرق علينا الفلوس واحد ماكينة المناضة ديما مكاينش العطا. اش الرمان في أي بلاصة مشي جي تلقى هنايا دار الرمان عاوتاني هنايا. واحد الشجرة كاينة في هاد البلاصة واعرة بزاف هي هاد الشجرة هادي فيها واحد الورد يا سلام. شوفو نضربو شي طلع عندنا في المحل شوفو كي داير الأمور تما.
عندها هاد الموقع زوين صزع كامل اصغر انا مستقيم مات لي فيزا امور وخات شي مع صار عمري ما ريتش انايا المهم داكشي هو هذا قلت لك شي بلايص مجموعين غايه هنا قليل حتى واحد ما عمري ما شي واحد كيجلس هنا الله صام عشان نستافدوش منها باش نشوف البيت هادي هي الكاميرا ديالي امور ديالنا تحطو عليها اللي بغيتي تحطو عليها الصريزم بطبيعه الحال تطلع على الغربي دايرين هاد جوج ماريوات تحط حوايجك مسائل ديالك بلاصه ديال الدراري المروح وهذا الدوزه هو مهم مسويه مقلو نشوف البلاصه اللي تنقراو فيها هذه المكتبه هنا فين تنقراو اللي بغى يتعلم الصبليونيه تيجي لهاد البلاصه تيقرا بغيتي تقرا شي كتاب اي حاجه كتجي للمكتبه كاينين الاقسام داخل بغيتي تقرا الصبليونيه حتى هي عطاونا نقراو حنايا حيت يلاه زينا جوج اوقات في النهار تقراو في الصباح مع 10 ساعه ومع 5 د العشيه او ثاني ساعه اخرى هذه بالنسبه لينا حنايا حيت يلاه زينا بالمغرب تيقول باقي ما عارف الصبليونيه خاص ضروري تعلمها باش تلقى واحد البلاصه سميتها بيسو تما كتمشي تقدر دير ديبلوم تقدر دير اي حاجه تما خاص ضروري اللغه باش الا بغيتي دير ديبلوم كتفاعل معاهم تما هي القهوه هاي هادشي عندهم واحد القهوه هي زوينه مقارنه مع الحجر الصحي خواوها وقادو لها شي لعيبات واخا هكاك مزيانه الجلسه فيها زوينه شنو نشوفو كي داير اللي بغى يريح برا بطبيعه الحال تيريح اللي بغى يريح لداخل تيدخل لداخل هاي طافي نطو قهوة عندهم مربوحة اللي بغى يتقدى قارو كتشري من هنايا بغيتي تصرف عاوتاني فلوس كتصرفها في هادو انا كنت خدام هادي قبل الحجر بغيتي تشري المونادة الماء اي حاجة بغيتي تشريها كتشريها من هنا القهوة ها المونادة في كاينة ولكن هادي تتصرف الفلوس عندها شي واحد يدير فيها شيرين التلفاز دايرينها ولكن ما تتشعلش دير لنا شي مهم بروبليم كاسبن فيها خاسرة ولا ما دابا 8 و 7 دقائق هادي هي الوقيته ديال العشاء ديالنا على ساعه شفتو المهم العشاء اليوم هو هذاك ناضي ولكن باقي ما داكش هو الزوين ولا لا المهم العشاء دايرينو على حقه وطريقه بصحة بصحة عشاكم تانتوما كيف ما شفتو وريتكم كاع البلاصة اللي هنايا كلشي انا وريتو ليكم تقاسمت معكم كلشي المهم خوتي كانت هذه هي لافان الفيديو نتمنى يعجبكم الفيديو اللي عجبو الفيديو ما ينساش يتابون عندي في لاشين ويفعل الجرس ويدير لايك وشي كومونتير زوين ويبارطاجي الفيديو اللي عجبو وتنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والبارطاج ديالكم وشكرا لكم بزاف غدا ان شاء الله غادي يكون فيديو جديد ونهار جديد غادي نحاول نقلوح لكم كل نهار فيديو ان شاء الله المهم نتلاقاو في فيديو جديد تشاو